محبات سعد الشاذلي، سيدة مصرية تعمل كمشرفة تمريض بمستشفى بلطيم النموذجي في محافظة كفر الشيخ. قضت هذه السيدة العشر سنوات الماضية من عمرها في رفع دعوى قضائية لإعفائها من النوبتشيات الليلية لرعاية زوجها الكفيف وبناتها الثلاث. القصة أو القضية التي رفعتها ضد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكمت بالفعل لصالحها في 28 من يناير عام 2014، حيث أكدت حقيتها في الإعفاء من العمل في الفترات الليلية لرعاية زوجها وكذلك أولادها. لكن رغم ذلك الحكم الصادر قبل 7 سنوات ورغم ظروفها الاستثنائية، استأنفت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ على الحكم مرات عدة حتى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا لها هذا الأسبوع بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري في حقيتها بإعفائها من النوبتشيات الليلية. نشاهد حديثها. كنت باخد نبطشيات، ما كانش في دماغي حتة لا سهر ولا نبطشيات، خلاص أنا خدت القصة وتزوجنا وخلاص. حصلت ظروف بعد الزواج، حسيت ان زوجي محتاجني، ان انا ما اقدرش اخد نبطشيات وسكر، ما ينفعش، صعب عليه وعليا. كناش جبنا، ما كانش معانا اولاد ان هم يساعدوه يكونوا معاي، اي ظروف اي مكان. بدات ان انا اخدت اعفاء لسيده وكيل الوزاره السابق عباس، الدكتور عباس، خدت منه اعفاء من النبطشيات والسكر. حصلت ظروف ما في الشغل بتاعي، فبدأت الإعفاء دي الدكتورة لميس لغتها، فبدأنا إن احنا نلجأ لكل الطرق الإدارية. للأسف كل الأبواب إلا باب ربنا سبحانه وتعالى كله اتقفل. ولم يكن حكم الإدارية العليا حكما عاديا بالنسبة للسيدة محبات الممرضة زوجة الرجل الكفيف، إنما جاء تقديرا لمسيرة كفاحها ومحاولة إحداث توازن بين واجباتها الوظيفية والأسرية، حيث تزوجت منذ 15 عام من زوجها الشيخ هاني مغازي وأنجبت 3 فتيات، أكبرهم في الصف الثالث الإعدادي وأصغرهم في الثالث الابتدائي. نشاهد ماذا قالت في ذلك الصدد. الفيديو ده برضه عاوزة أقول حاجة، أنا عاوزة مش كل زوجة كفيف تتعاقب، كل زوجة كفيف لها حقوق من الدولة، انت كده بتحرمه الكفيف من حقوقه. انا مش عشان ألجأ اخد حق تعاقبوني. قدرنا نحصل على اعفاء استثنائية من وكيل وزارة قبل السابق اللي هو الدكتور عباس رحمة الله عليه، وبعدين زي اي ظروف بتحصل في العمل وزملاء بيبصوا لبعضهم وكلام من ده، اتلغت الاعفاء دي لانها كانت يعني